بنحلى لبكره. اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم على الهواء. الحقيقه انا بحرص قدر الامكان، وانا اسف انها ما بتبقاش دوريه اسبوعيا، بس على الاقل كل ما بيبقى فيه فرصه بنحاول نعرضها جدا، وهي الفواصل. الفواصل دي هدفها الاساسي ان حضراتكم تبقوا الابطال، المواطن المصري البسيط، المهندس، الدكتور، المزارع اللي ماشي في الشارع مليء بالافكار ومليء بالاقتراحات ومليء بالحلول لمعظم المشاكل اللي كبار المسؤولين وكبار المنظرين والاساتذه اللي بيجوا هنا يحتاروا في حلها ويقولوا دي مشكله معقده ومتشابكه وليها 800 محور و700 حل. المواطنين حقيقه بيفاجئونا ان عندهم افكار رائعه جدا، بالاضافه الى ان الفصل الثاني هو عباره عن التنفيس. الناس بتنفس، عندها كاميرا مصر النهارده، كاميرا بتروح لحد عندهم، 80 مليون مصري و300 مليون عربي بيسمعوهم. اللي عايز يقول اللي عايز يضحك، اللي عايز يشتكي من حاجه، اللي عايز يشكر حاجه، لا رقابه على هذه الاصوات ولا على هذه التعليقات، حضراتكم بتشوفوها من المواطن الى المواطن. والجسر فقط اسمه مصر النهارده. اول فصل هتشوفوه دلوقتي، تحب تقول ايه للكاميرا لو قابلتها في الشارع؟ نفسي انا بقابل ربنا، بصلي كثير، بصلي على طول، بس دي اللي عاوزها. كل واحد صاحب عمل او مش صاحب عمل او بيشتغل باليوميه يتامن عليه. نفسي في عربيه لامبورجيني. كل الكلام اللي احنا بنقول مقاطعه اللحمه دي اكس، كلام كله في الهواء. ان انا حضرتك خريج 86 ولحد دلوقتي يعني ببحث على وظيفه وكده. حكايه اللحمه دي، الاشاعات اللي طالعه دي، واللي يقول لك حمير واللي يقول لك مش عارف ايه، وانا يعني بلدنا مش للدرجات يعني، شعبنا الحمد لله عنده وعي يعني. اتمنى تكون جرائد السفر كل الناس كلها تكون يعني تكتب لي الحاجه اللي هي الواقعيه اللي هي المصداقيه تماما ليها. نفسي كل واحد يحقق حلمه، وانا نفسي ابقى بطل سكواش ومدربه عالميه. الجو عادي بالنسبه لشهر مايو، يمكن زياده شويه، لكن بنامل ان هو يتحسن برضه. هو بس المرور اللي بيضايقنا في المخالفات. يعني نقول ايه يعني؟ نقول له اللعمه رخصت والفراخ رخصت وبقينا 100 100 والحمد لله. بقينا 100 100 والحمد لله. انا يعني واخد عهد على نفسي ان هذا الفاصل بالذات بدون تعقيب مني، لان الطبيعيه والتلقائيه اللي فيهم المصريين في هذا الفاصل لا تحتاج الى اي تعقيب مني والا افسدته. بس بعد اذنك يا عماد رجع الفاصل ده ثانيه واحده بس. الرجل، كلمه الرجل اللي شعره ابيض اللي قال انا خريج 86 ولسه بدور على شغل، شفته يا عماد؟ طيب هو جاي، هو في السكه، لان الحقيقه هو ده وش ده بيدور على شغل وخريج 86 ازاي؟ يعني انا مش عارف، طبعا يمكن يكون سنه او شكله او مظهره اكبر من سنه، في ناس بتبقى شكلها اصغر من سنها وفي ناس بتبقى شكلها اكبر من سنها، او ربما يكون الزمن عمل فيه كده، قلة الشغل عملت فيه كده. بس خالص يعني مواساتي لهذا الرجل اللي بنتكلم في 25 سنة ولسه بيدور على شغل. يبقى الفكهاني اللي في الاخر كان عنده حق، قال لك 100 100 وكل حاجة بقت في الطعمية. هذا الفاصل ده فاصل موجه، الاولاني ملناش علاقة بيه. الفاصل الموجه ده احنا زميلنا المراسل بينزل بالكاميرا وبيسأل الناس عن قضية محددة، بنوجه الناس للاجابة على مشكلة احنا شايفين انها واحد من اهم المشاكل اللي بيعاني منها المجتمع المصري. النهاردة قضية اجتماعية جدا، احنا متفقين ان واحدة من اهم المشاكل اللي بيعاني منها شبابنا سواء بنات او رجالة هي ارتفاع سن الجواز، عدم القدرة على الجواز في السن المناسب، مش هقول السن المبكر، وهذا ما يعرف اجتماعيا باسم العنوسة رجالا ونساء. نحل ازاي العنوسة؟ المصريين اقترحوا. العنوسة تكون في حد ذاتها احسن للبنت اكتر من ان هي تتجوز حد مثلا تكون ان هي مش بتحبه، مش قبلاه، مش شرط ان هو يكون عند فلوس. جواز دلوقتي يعني يبقى فيه بيت وعربيه ووظيفه ودخل، والدخل ده عمره ما هيغطي احتياجاتي، بس انا بدور على احسن فرصه، وللاسف ده عمره ما هيحل مشكله، او يعني مش ده الجواز. يعني الخريج لما يتخرج يبقى له وظيفه معينه في المجتمع بيعملها، هتخليه بيشتغل ومنتج، هتخليه يفكر بعد كده انه يعمل عيله ويعمل اسره. الحل ان الازمات الماديه
تخف شوية والناس ما تغاليش في المهور. المهر والبتاع الناس كلها خلاص يعني ما بتبصش المواضيع دي دلوقتي، لأن هو دلوقتي اللي ما بيصدق أي واحد بيجيله عريس لبنته هيقعد بقى يطلب منه طلبات ايه، هو اللي بس عايز شقة. شوف غيرنا مثلا الناس تانيين عملوا ايه، عملوا ايه ان خلوا الشاب يتخرج من دول بسلمه شغله وشقته واخد منه الفلوس دي، فلوس الشقة دي بالتقسيط. الواحدة تفضل بس تطلب ان هي يبقى عندها عربية ويبقى عندها شقة ويبقى عندها فلوس، الفلوس بتروح، العربية هتخرب في يوم من الايام والشقة ممكن تقع. المهم الراجل اللي هي هتبقى عايشة معاه. الحل ان نبتدي نتطور شوية وان الولاد يتخلوا عن فكرة ان البنت لازم تكون ما ارتبطتش قبل كده عشان افكر ان ارتبط بيها. ممكن تبقى الحاله دلوقتي على القد لكن بعد كده بالكفاح هنوصل. نعمل بركه رف 6 اكتوبر مشاريع زي ما موجوده دلوقتي بس نوسعها اكتر. الام ما تشرطش بقى على العريس هات وهات وهات، لا يبقى كده تمشي على طول ان شاء الله مع الايام هيجيبوا كل حاجتهم، ولو ابتدوا في اوضه عند الام العروسه او ام العريس خلاص تمشي يعني الموضوع. البنوتة الجميلة اللي قالت شقة وعربية وفلوس، الفلوس بتروح والعربية بتخرب والشقة بتضيع، فاضل انها تكمل تقول لك ويفضل القرد على حاله. يعني هي تكملتها كده استاذة، بس في النهاية انت اللي تختاري قرد او انت اللي تختاري شريك مناسب للحياة. هي الازمة اللي احنا طرحناها على حضراتكم، وحضراتكم قلتوا كلام عاقل جدا جدا جدا. لها وجهين، وجه مش بايدينا، ده بايدين الحكومة واصحاب القرار في البلد دي، ان هم يحسنوا الاوضاع الاقتصادية. علشان الاوضاع الاجتماعية تحسن لازم الشاب يبقى قادر على انه يجد شقة مناسبة في مكان قريب. ما ينفعش الحكومة تيجي تقول له انا خلاص وفرت لك شقة هتروح تسكن في حلايب وشلاتين، وانا وبعدين يعني اجي شغل ازاي وروح ازاي واسيب مراتي لما انزل اسيبها في الهو اللي هناك هتاكلوها. ففي النهاية لازم تبقى شقة في مكان قريب له مواصلات والبنية الأساسية متوفرة، والحكومة توفر له وظيفة سواء في القطاع الخاص اللي المفروض تنميه أو في القطاع العام اللي تحسن دخله. وإحنا علينا بقى أن احنا نظبط الأمور الاجتماعية زي ما قال الأساتذة، فكرة المهور مفيش مغالاة فيها، والراجل اللي قال محدش بيغالي في المهور ده أنا مسدد لا تيجي عريس لبنتي حقيقي، بس في النهاية مش أي حد يعدي من تحت البلكونة يا حاج. شوفوا دينه وخلقه ومستقبله، لو يجي منه نسمع الزغروطه.